السلام عليكم، انتم مباشرة في محل شعيب للأواني المنزلية. هذه المرة ماشي في البرنوصي، هذه المرة درت لكم اللايف مباشرة من المحل ديالنا ديال القريعة. اسمحوا لي الصوت شوية باح، ما تديوش عليا، ولكن المهم هو انني نوريكم الجديد ونوريكم المحل ديالنا اللي كان في القريعة. بالنسبة للناس اللي كيسكنوا في درب سلطان، سباتة، عين الشوق، الإنارة، هذه المنطقة كاملة، الولفة، الحي الحسني، هذه المنطقة كاملة قريبة لهم المحل ديالنا اللي في القريعة. مرحبا بكم. قبل ما نوريكم اللايف، ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا اللايف مع الناس باش حتى هما يقدروا يستافدوا من هذه لي برومو. غادي نبداو بهذا الهاشوار، راه كاينه حتى في المحل ديالنا ديال القريعه اللي كدير 140 درهم فقط، اينوكس من الفوق ومن التحت، وفيها اربعه ديال الماس زائد الموز ديال الدراب. كاينه ديال البلاستيك كدير 100 درهم حتى هي، فيها اربعه الماس، وكاينه ديال الزاج كدير 130 درهم فقط. كاينين الطباسل، جو هادو، كاين الطباسلات هادو النمرة 36 كنبيعو 4 ب 1000 ريال. كاينين الكوكوطاج، كاينين البانيني كدير 140 درهم، كاين المو القلب 170 درهم. ما قلتش الثمن، قلتها كاينين، لا كاينين هاد الباك ديال العواشق كيدير 50 درهم، فيه اللوان. كاين البرارد على الانواع، المقراج ديال الضو كيدير 80 درهم فقط. كاين الترموسات، الترموس هذا كيدير 80 درهم فقط على جوج، شي حاجه زوينه. كاينين عندنا الموديلات ديال الكيسان. قبل ما نوريكم الكماله ديال عندنا، كاينين هاد كاينه السوبيره شلاضيه اللي فيها 6 صغار وحده كبيره، هذه كدير 140 درهم، كدير 40 درهم فقط، حتى 1000 ما تديوش عليها. بلاتي عفاك شحال هكا. كاينه البلاطو ديال اينوكس كيدير 60 درهم، هذا الكبير ديالو، والصغير ديالو كيدير 50 درهم. بغيت ندوز عفاك، اسمح لي قبل ما نكمل معكم السلعه اللي عندنا، غادي نوريكم المحل فين كاين. هذا هو سفيان، وهذه سكينه اللي كيمثلوا المحل ديالنا في القريعه. تبارك الله اليوم معامله مزيانه، الناس كاملين كيشكروهم سواء مباشره ولا في لي كومونتير. نوريكم المحل فين كاين. المحل كاين حدا هاد القهوه، سميتها لو بولفار، لو بولفار مقابل مع المحل اللي هو هذا. غنوريكم المحل، بقاو معايا عافاكم. كاين هاد الشارع هذا، هاد الشارع اما الناس كدو عندنا الكوكوط في الصحراء، الشارع تما كاين الروبوا ديال دوليدول اللي هي هذيك، الروبوا ديال دوليدول. هاد الشارع هذا كيدي جامع السنه، المحل ديالنا جا ملاصق مع هاد القهوه اللي سميتها لو بولفار. كاين واحد المول مسمن من هنا، كتدخلوا مع هاد الزنقه هادي. كنظن ان المحل واضح وباين. نعاود نذكركم الروبو ديال دوليدول ديال القريعه، هنا في كاين القريعه هي هادي. كتجيو كتلقاو هاد القهوه سميتها لو بولفار، المحل ديالنا هو هذا. المهم كيف كنذكركم ان الناس اللي كيسكنوا في سباته، اللي كيسكنوا في مديونه، اللي كيسكنوا في برشيد، اللي كيسكنوا في حي الاناره، هاد البلايص كاملين قريب ليهم المحل. نكمل معكم الساعه اللي عندنا، وما تنساوش تبارطاجيو اللايف مع الناس اللي كتعرفوا. سكينه اختي بلاتي ندوس، اي 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 هادشي هو على سكينه. عندهم هاد الفراقة على جوج، شتيها الفراقة على جوج، التباصل ديالها مربعين، حتى هما واعرين، شي حاجة زوينة هادشي، راه كيبان مباشرة أحسن من اللايف. كاينة الشلاضية ديال الكريستال، وريتكم هادي كدير 40 درهم، اسمحي لي.
هذه كدير 40 درهم وهذه كدير فيها 6 جبابن كدير 60 درهم. كتسالي كتمسحيها كتحطيها كاينين الكيس يجيو ياخذوا العائله. نعم اخويا سفيان هذه شحال الثمن ديالها؟ 3 ب 50 درهم. اي هادشي واعر اخويا هادو 3 وحده جوج 3 ب 50 درهم. هذه كبيره ديالو 50 درهم فيها 4 ديال الجيب. وهذه 50 درهم زوين هادشي بصحة بصحتكم تبرعوا لي مع راتاتكم. كاينه هاد لامارك ديال ايليت انا صار نفس الثمن كنبيعو ما عرفتش انتم شحال دايرين لهنا في المحل ديال القريعه 130 درهم. مرحبا كاينه هادي ديال الرزازه كدير 130 درهم كنا كنبيعوها ب 120 درهم فقط وتزاد حتى واحد 10 دراهم. كاينه السخانه ديال الماكله كدير 100 درهم زوينه اينوكس من الداخل وكتبروشها مع البريز. كاينه العصاره ديال الليمون كاين هذا الباك هذا خطير وزوين هذا فيه 24 بياسة هذا كيدير 60 درهم فقط 60 درهم وكاين هذا هادشي واعر هادشي هذا راه كيدير واحد 3600 على برا حنا كنديرو ليه 70 درهم فقط. كاين هذا كيدير 50 درهم ها هو هاد الباك هذا اللي فيه العلاقه ديالو فيه 6 ديال لي زاكسيسوار ديالو كيدير 50 درهم. كاين الطبيصلات هادو 54 درهم الطبيصلات هادو 4 ب 1000 ريال هادشي زوين. كاينين هادو جوج ب 50 درهم ورينا خويا شنو عندكم عاوتاني في الصون ديال هادو جوج ب 50 درهم هذا الكبير ديالو جوج ب 50 درهم ثلاثة ب 50 درهم الموين ديالهم 50 درهم. انت اسمح لي ما حافظتش مزيان السلعه ديال المحل ديال القريعه 3 ب 50 درهم زيد عاودي وريني اشنو كاين عاوتاني. كاينين الكوكوطات فيهم اثمنه مناسبه جوج اونص ب 120 درهم 3 يطرو ب 140 درهم 4 يطرو ب 160 درهم 5 يطرو ب 180 درهم و7 يطرو ب 200 درهم زوينه الخدمه ديالها نقيه. منك تخرج دابا الشانطه راه بانت لكم ديك السيده هزه هي ورجلها بالصحه والراحه. كاين هاد المباخره اي هادشي واعر اخويا زوين الثمن ديالها 60 درهم الكبيره هادي ديالها ياك بالصحه زوين هادشي. كاين هادي اللي كيبيعوها في فيسبوك ب 4000 ريال وكاينه دايره لها 160 درهم. 60 درهم ناري 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 بالصحه بالصحه ديال بصحه الناس اللي غادي ياخذوها. هذه والله العظيم الا شفتها بهاد العينين ب 199 درهم في فيسبوك حنا دايرين ليها 60 درهم فقط. بغينا كلشي ان شاء الله يتقدى بغينا كلشي يعمر الكوزينه. كاينين المقالي ديال لاماكوم جوج ب 60 درهم المقله ديال لاماكوم الصغيره والموين ديالها ب 60 درهم والله الا تشوف الكبيره ديالها الكبيره ديالها ب 50 درهم. المقله ديال الغطا فين هي؟ هاد المقله كاينين المقله ديال الغطا عندنا فيها الصوت فين هذه؟ كلشي كيسول على المقله ديال الغطا انا ما بقاتش عندي في البرنوصي صراحه. كاينه انتم ما بقى عندكم سو كاينه بقى عندك المقله ديال الغطا؟ كاينه حنا ما بقاتش عندنا في البرنوصي صراحه. الناس اللي بغاو المقله ديال الغطا كاينه حصريا في المحل ديالنا ديال القريعه. كاينه الشبكه ديال لاماكوم كدير 70 درهم فقط. كاين هاد البرارات هادو تاهما فيهم ثمن زوين فيهم الصولد 1600 1700 1800 ياك هذا هو الثمن الكبير 100 درهم 16 17 لا 16 17 18 100 درهم. وهاد الترموسات على جوج لا مارك مزيانه بالكارونتي كنبيعوهم كيتباعو جوج ترموسات جوجهم ب 60 درهم. كاين فيهم هاد الشكل هذا ياك وفيهم هاد الشكل وفيهم هاد الشكل وفيهم هاد الشكل. كاين ترموس ديال الضو كاين مقراج ديال الضو اينوكس كيدير 80 درهم وبلاستيك كيدير 70 درهم. هاي المقله ديال الغطا حصريا في المحل ديال القريعه. هاي المقله ديال الغطا مازال ديسبونيبل في المحل ديال القريعه وكدير
60 درهم فقط لا مارك ديال لا ماكوم مقلى بالغطا ديالها. والله الا هادشي زوين اخويا تبارك الله. باقا عندكم كاين ديك ليمول على ثلاثه الضايرين وريهم لي. كاين هاد ليمول هاد ليمول هادو كيديروا بجوجهم كيديروا 70 درهم مشنفين. وكاينين هادو كيديروا 60 درهم كيديروا 60 درهم هما فيهم جوج وكبار. وكاينين هادو حتى هما كيديروا 60 درهم. المولات ثلاثه 53 درهم 1000 ريال بثلاثه الكبير والمويان والصغير. وكاين ديال القلب والضير والمربع 60 درهم. القلب اللي فيه القلب ب 60 درهم. كاين المصلو حتى انا ما بقاش عندي في البرنوصي حتى هو باقي حصريا في المحل ديال القريعه. ها هو المصلوح كيدير 60 درهم فقط راه كاين في المحل ديال القريعه. جبت لي الكيسان تاهما زوينين بلاتي عافاك ندخل معاك هذا الستوك. هذا كاين هذا البريق هذا اطرونس ديالو كيدير 70 درهم وجوج اطرو كيدير 80 درهم. الهاشوار اللي وريتكم قبيله هي هاد الكاس هذا كنبيعو 12 ب جوج باكيات ب 60 درهم. واش هذا باقي عندك؟ لا بقى عندي هذا هو. بشحال داير هذا؟ ب 60 درهم. هذا اللي غادي يجي لي غدا هو الاولاني غادي ياخذ هو كيدير 60 درهم ما بقاش هذا كاع. الطباصل هادو كنبيعو 4 ب 1000 ريال. المهم كيف كنقول لكم انه كاين هاد البلاندر هادي كدير 90 درهم 1800. البانيني الصغيره اينوكس من الفوق اللي هي هادي كدير 100 درهم. وكاينه الكبيره ديالها كدير 170 درهم. اسمحوا لي الصوت عندي مفضي اليوم ما قادرش نهضر ولكن ضروري نوريكم الجديد اللي عندنا ونوريكم السلعه اللي كاينه في المحل ديالنا ديال القريعه. كاين هاد الكيسان هادو كيديروا 60 درهم زوينين فيهم الالوان. وكاينين هاد الكبار وكاينين هادو كيديروا 70 درهم. شي حاجه زوينه. وكاينين هاد المربعين الطبيس زوينين حتى هما. كاين هاد البراد الكبير كيدير 60 درهم. هذا هو كيدير 60 درهم وهذا كيدير 50 درهم. النمره 10. كاين هاد الكيسان ديال اسبانيا حتى هما زوينين. الكاس ديال اسبانيا كيدير 90 درهم فقط. اكثر من 150 واحد كيشوف اللايف دابا مباشره. بغيناكم كاملين تبارطاجيو هذا اللايف مع الناس اللي كتعرفوا باش حتى الناس اللي كتعرفوا يقدروا يستافدوا من هذه لي برومو. بزاف الناس كيعرفوا المحل ديالنا ديال البرنوصي ولكن كاينين الناس ما كيعرفوش المحل ديالنا ديال القريعه. بارطاجيو هذا اللايف بغيت كلشي بارطاجي باش الناس كاملين يعرفوا باللي كاين محل في القريعه باش تقرب عليهم المسافه. الناس ديال كيف قلت لكم عين الشوق الاناره درب سلطان درب عمر المدينه حي الحسني الولفه هاد الناس كاملين مرحبا بكم في المحل ديالنا ديال القريعه اللي فيه نفس السلعه اللي كاينه في المحل ديالنا ديال البرنوصي. كتلقاو سفيان كتوقفوا عنده كتوريو لي زارتيك اللي بغاو وكيعطيكم كلشي بواحد البون سيرفيس. كاينين هادو كيديروا 80 درهم زوينين حتى همايا ديال تركيا. المهم الاخوان حيت انا ما حافظتش المحل هنا مزيان راه نفس السلعه اللي كاينه في المحل ديال البرنوصي كاينه هنا تقريبا واحد 90% ولا واحد 99%. يعني كاع السلع اللي كاينه في البرنوصي كاينه الطاجين حتى هو كاين هنايا. القطاره ديال القهوه كاينه. الطباصل على الاشكال والانواع الكبير المويان الصغير. هذه ديال العطريه الكوكوطاش كاينين. البرمه ديال اينوكس 6 لترو 8 لترو 12 لترو 14 لترو 16 لترو. كاين هاد البراد على ثلاثه هذا كيدير 50 درهم وهادو كيديروا 60 درهم. الطاجين كاين 12 لا
السيبورا الطاجين بالسيبورا كيدير 60 درهم هذا راه مهرس، ولكن عندنا هادو كلهم مزيانين. المقالي كاينين حتى هما معايا. المقراج الحمد لله كاين السلعه متواجده بكثره في المحل ديالنا ديال البرنوص ديال القريعه. الحمد لله ما بغيتش نوريكم السطوك الفوق حتى هو عامر بالسلعه. كاين السلعه الحمد لله كاين الخير، ملي غادي تجيو غادي تلقاو السلعه كامله، راه ما كاينش السلعه غير هنا اللي كنوريكم في اللايف. كاين السلعه هنا وكاين السلعه هنا ياك، وكاينه كذلك السلعه في السطوك في الديبو عندنا الفوق. كاينين هاد البواطات على ثلاثه، هادي فيها الكبيره وفيها الموين وفيها الصغيره اللي كدير 40 درهم فقط. دائما كنعاود نذكركم ما تنساوش تبارطاجيو هاد اللايف مع الناس اللي كتعرفو باش حتى هما يقدروا يستافدوا من هاد لي برومو اللي كنديرو. غنعاود نوريكم بعجاله المحل ديالنا فين كاين، اسمحوا لي. المحل هو هذا، كاين هنا قهوه ديال لو بولفار، قهوه لو بولفار المحل مقابل معاها. كيف قلت لكم وكنعاود نذكر انه المحل متواجد في القريعه. الرومبوا ديال راهيه الرومبوا ديال دوليدول في القريعه، الرومبوا ديال دوليدول في القريعه هي هادي، كتجي معاها نيشان بحال غادي جامع السنه. المحل كاين ورا قهوه لو بولفار، هايا لو بولفار، قهوه لو بولفار المحل كاين وراها. المحل كتبريزونتي لينا سكينه، سكينه شي كلمه نسوبها لها اللي كتقدو عندك. مرحبا والف مرحبا بالمحل، اي حاجه موجوده. بغيت نسولك واحد السؤال، كيعيطوا لك الناس بزاف؟ كيعيطوا الناس بزاف، كي كتنعسي لهم المحل. برافو عليك على الخاطر اللي كديري معاهم. عادي المحل وراه كل واحد كيعيط لك كتنعسي لي المحل فين كاين وبطريقه. برافو سكينه، كنجاوب وبقى نتحتو كاع ما كاينش مشكل. ومني يجيو عندك تعطيهم الراي ديالك في السلعه. كاين ناس كيسولوني تيقولوا لي هادي حسن وهادي حسن، مع العلم ان عندنا هادي وعندنا هادي، نقدر نعطيه مثلا الراي ديالي هادي مع الصداع، يقدر ما يتسمعش لينا اللايف مزيان. تبارك الله عليك، وغادي نقولوا الناس في امان.